اسمع في ظلال، اسمع الصراع بين الشرف والمال. شو بيقول الشرف للمال وشو برد الدول؟ اسمع. يا ويل يا ويل يا ويل يا يا ويل اسمي نصري طائل تقو لو دار الحديث سلطان الأول اسم الشرف والثاني والثاني اسم المال المال قال الشرف أعترف هذا زمان المال الإيمان والوفا والحال أردى حال يا الشرف أعترف هذا زمان المال والإيمان قل والوفا والحال أردى حال لو عباد رب البشر ولولا صاروا عبيد المال ولك خربت كل شي حلو بسك 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 بعد يا مال يا مال المال 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 مس الغضب يا شرف بالشرف والناموس أحلفك تعترف بالواقع الملموس ولك منو يحترم آدمي لو ما بجيب فلوس بالمال يا طلال بالمال تقدر تشتري الأصحاب والخلان بالمال تقدر تشتري الأصحاب والخلان والكرسي والجاه الماس والنسوان المال سطو المال سلطان المال سطو المال سلطان ولك بالمال بالمال يا أهل المال المال